أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن نشرة الاقتصادية. بحث رجال أعمال مغاربة وبرتغاليين في لقاء عقد اليوم بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء سبل دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف الأسواق الإفريقية. وأعرب الطرفان بالمناسبة عن استعدادهما لتعزيز روابط التعاون والشراكة القائمة بين المغرب والبرتغال في مختلف المجالات، وذلك إسهاما في ضمان حركية اقتصادية متبادلة عبر الاستفادة من مختلف الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية وخاصة بالقارة السمراء. في موضوع آخر، قدمت الشركة العربية لتطوير منتجات البناء وهي شركة مختصة في تصنيع وتسويق وتسليم معدات الخرسانة مساء الاثنين بالدار البيضاء نموذج عملها الجديد رؤى 2025 الذي تمحور حول توسيع صناعتها وتطوير منتجات جديدة. للمزيد من التفاصيل مريم الكو وعبد اللطيف إيكيكر. مواجهة التحولات في الأسواق وتطوير فرص جديدة بطريقة مستدامة، هذا ما تسعى الشركة العربية لتطوير منتجات البناء سادت حاليا. وقدمت المجموعة أمس الاثنين خلال ندوة صحفية نموذج عملها الجديد رؤى 2025. البروجي ديال سادت هو هي يعني لا ريكونسنتراسيون سور لي ميتيي دو باز، ياك، وفي نفس الوقت هاد لا ريكونسنتراسيون فا سو فير بار لا فيلياليزاسيون دان سارتان نومبر داكتيفيتي. اي سي سيت فيلياليزاسيون كي فا بيرميتر ا سادت دو سو ديفلوبي بلو رابيدمون دان لي دومين دان لكيل ال سويت سو ديفلوبي. الوغ لي بروجي عندنا حاليا كاين جوج ديال المسائل اللي باغيين نخدموا فيهم يعني بعجاله، اللي هي اول حاجه هي المعمل في اكادير في الجنوب، ومعمل في الشرق في جهه وجده. الندوة كانت فرصة للمجموعة من أجل تقديم الهوية البصرية الجديدة لسادت وشعارها الجديد، حيث أصبح أكثر حداثة وانسجاما مع السوق. اللوغو الجديد فيه عدد ديال الأشياء. أولا تيحكي واحد النوع ديال المودرنيزم، يعني أن العصرنة ديال الأشياء. اللوغو القديم كان واحد ستاتيك، يعني ما كانش ديناميك، هنا كتعطي واحد النوع الديناميكيه، واحد كيعبر على ان صادات هي دائما كاينه وبحال اللي دائما كانت، ماشي فقط الان، انها كتكون سباقه. كذلك تيعطي انفتاح لافريقيا، وتيعطي اننا كذلك تنفتحوا على جميع الفرص اللي موجوده، ومن جملتها هذه الفرص اللي موجوده بحنا باغيين نستثمروا فيها هي الاشياء اللي كتخص لانفيرونمون. مشروع رؤى 2025 هو إذن فرصة لتعزيز أنشطتها وقدراتها الإنتاجية وتوسيع نشاطها الصناعي على المستوى الوطني والدولي وبإفريقيا جنوب الصحراء. عقدت جمعية المعلنين المغاربة اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ندوة صحفية تمحورت حول انعقاد النسخة الثالثة من الملتقى الإفريقي للمعلنين وكذا خصوصيتها. زينب نمروك وعبد اللطيف إيكيكر. المدينة الاقتصادية ستحتضن يومي الثاني والأول من شهر دجنبر المقبل الدورة الثالثة من القمة الرقمية الإفريقية، وأكد اليوم الثلاثاء من خلال ندوة صحفية منظمي هذه التظاهرة أنها ستأتي بعد النجاح الذي حققته الدورتين السابقتين. اليوم نطلق الدورة الثالثة ونعلن عن المكونات الرئيسية وعن النقط الجديدة أو المفاهيم الجديدة اللي غتجي بها الدورة الثالثة، ونعلن كذلك عن حجم الحضور الذي ننتظره وعدد ونوعية الدول والمشاركين اللي كننتظرهم إن شاء الله. يكفي القول أننا ننتظر أكثر من 1200 مشارك من أكثر من 15 دولة، منها مجموعة من الدول الإفريقية، وهذا بطبيعة الحال راجع للتموقع ديال القمة، حيث أن إفريقيا يعني غيكون أكثر حضور من إفريقيا، أكثر مشاركين متدخلين من القارة الإفريقية، ولكن غيكونوا كذلك مشاركين ومتدخلين من دول أخرى من العالم أجمع، باش يعطيونا ديك النظرة الخارجية العالمية حول ما يجري في مجال الرقمي واللي يمكن تستفد منه القارة الإفريقية وتبادل به أوجه النظر وأوجه ومجالات الخبرة ومجالات المعرفة في هذا المجال.
بالإضافة إلى نفس موقع ونفس مكونات القمة الرقمية الإفريقية في دوراتها السابقة، ستعرف هذه الدورة مجموعة من النقاط الجديدة. من بين النقاط الجديدة في هذه الدورة الثالثة، النقطة الأولى ما سميناه بأفريكان ديجيتال جاردن، وهي واحد الفضاء خصصنا التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، واللي كانت عن طريق استضافة بعض الفاعلين من الاستخطاب شركات صغرى وصغرى جدا المغربية أو الإفريقية اللي عندها واحد خبرة في المجال وعندها واحد الأفكار متجددة وأفكار متطورة اللي يمكن لها تقاسمها مع المعلنين ومع المستشارين اللي غيكونوا حاضرين في الندوة. إذن هذه النقطة الجديدة الأولى. النقطة الجديدة الثانية هي ما سميناه الموروكان ديجيتال أورد، وهي واحد الجوائز اللي غيقدمهم وغيعلن عليهم مجموعة معلنين المغرب في إطار هذه الدورة الثالثة. غنعطيوهم للمعلنين والعلامات التجارية المغربية اللي قدمت أحسن الخدمات وأحسن العروض وأحسن حملات الإعلانية على المجال الرقمي في هذه السنة. القمة الرقمية الإفريقية ملتقى سنوي يلتئم فيه حول موضوع الرقميات مسوقون ومهنيو رقميات ووكالات اتصال بالمغرب وبإفريقيا، وهو فرصة من أجل اكتشاف التوجهات الرقمية. وببرشلونة تنعقد الدورة العاشرة لأسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ما بين 30 نوفمبر والثاني دجنبر المقبل بمبادرة من جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط. وقال المنسق العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول البحر المتوسط في ندوة صحفية اليوم ببرشلونة إن هذه الدورة تنظم تحت شعار الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. بهذا ننهي وإياكم نشرتنا الاقتصادية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى الغد وفي أمان الله.